حياكم بالزبدة، معاكم خالد، واليوم راح أتكلم عن راوتر بولت من شركة زين مقارنة مع الراوتر العادي اللي تحصله من نفس الشركة. هذا الراوتر يعتبر كاتيجوري 4، هذا الراوتر يعتبر كاتيجوري 11. الكاتيجوري هي سرعة الراوتر، الكات 4 تصل سرعتها النظرية إلى 150 ميجابت بير سكند، وأنا أقول لك نظرية وميجابت، ميجابايت غير، ميجابت غير، سرعة نظرية، لأن السرعة تعتمد على الشبكة وشون يصير الكونكشن بين الراوتر وبين الشبكة، الباندويث، وفي سوالف وايد معقدة حق سرعات الراوترز. والسرعات اللي تشوفها على الكاتيجوري هي سرعات فقط للماركتينج وليست سرعات الحياة الواقعية حق الراوترز اللي مثل هذه. فأنا أخذها كقاعدة، أخذ ثلث هذه السرعة أو ربع هذه السرعة، يعني 600 ميجابت أتوقع منها حوالي 150 ماكسيمم. ولاحظت شغلة غريبة صراحة في التست اللي راح أوريكم إياها بعد شوي، إن الآيفون 7 يعتبر كاتيجوري 9 450 ميجابت بير سكند. في نفس المكان هذا بالاستوديو أعطاني سرعة أسرع من الهواوي بولت. فخلينا نشوف الحين سرعات وقارنهم معاكم. هل يسوى اشتري البولت؟ الصورة هذه اللي قدامكم فيها 24 ساعة من المعلومات عن الراوتر البولت، عن الراوتر العادي والآيفون 7 من خلال تست سبيدز وداونلودز. السرعة تتغير معاك خلال ساعات اليوم، كم شخص قاعد يستخدم الشبكة، الناس اللي قاعد تستخدم هذه الشبكة وش كده تأثر على سرعة الشبكة. أول شيء راح تشوفون أن الجراف هذا يبدي من الساعة 12 بالليل وينتهي 12 بالليل، يعني معناته أن 24 ساعة في هذه الجراف. الغريب اللي شفته أن راوتر البولت أبطأ كان من الآيفون 7 لكن أسرع بكثير من الراوتر العادي. في السرعات القصوى اللي بين الساعة 12 بالليل والساعة 12 الظهر، أشوف أن الراوتر العادي تصل سرعته إلى حوالي 35 ميجابت بير سكند، وهو تقريبا ثلث السرعة اللي هي قلنا عنها 150. أما راوتر البولت فتصل سرعته إلى 100 ميجابت بير سكند، يعني تقريبا الداونلود اللي عندك يصير 10 ميجابايت بالثانية. أما الآيفون شفت أن سرعته عندي أنا وصلت حوالي 137 ميجابت بير سكند، يعني 13 ميجابايت بالثانية. أول ما الناس يقوم من النوم تشوف أن السرعات تقل بشكل كبير في جميع الأجهزة، معناته أن الشبكة هني تبدأ يصير في عليها الزحمة. والساعة 12 لما الناس يطلعون من الدوامات، لما الأهالي يطلعون من المدارس، لما الناس كلها تستخدم الإنترنت في نفس الوقت، تشوف أن السرعة تقل بالبولت من 100 إلى 30 ميجابت بير سكند. تشوف أن الآيفون والبولت في نفس المستوى، معناته أن في ليمت على الشبكة. من الساعة تقريبا 12 إلى 4 هني السرعة عندك مخنوقة تماما خلال المغرب، تزيد معاك السرعات شوي شوي لين ما نوصل حق الساعة 12 بالليل، السرعات ترد طبيعية. هل يسوى أني أشتري البولت فوق الراوتر العادي؟ أنا شخصيا أشوف أنه يسوى. في مشكلة شفتها أنه بالراوتر العادي في بعض الأحيان تصل سرعتها إلى 3 ميجابت بير سكند، يبدأ يهنق، أسكره وشغله مرة ثانية، أسوي له ريستارت علشان يبدأ مرة ثانية يشتغل بطريقة سنة. هذه اختبارات اللي سويتها في منطقتي، وكل منطقة تختلف عن الثانية. بس اللي حبيت أقول لكم إياه أن راوتر البولت إذا كان عندك الإنترنت في بيتكم أو شبكة اللي عندكم زينة راح تشوف فرق كبير، لكن وقت الزحمة، وقت اللي كل الناس قاعد يستخدمون الإنترنت، ما بإيدي شيء، الإنترنت يصير بطيء، البولت حتى في أبطأ الأوقات شفت أني أقدر أشوف في نتفليكس وأسوي فيه براوزنج، وايد فرق معي الإنترنت حالياً مع بولت. وإذا عندكم أي سؤال كتبوا تحت بالتعليقات بالأسفل. إذا عجبتكم هذه الحلقة سووا لايك، وإذا ما عجبتكم أدري في وايد ناس ما راح تعجبكم الحلقة، سووا ديسلايك أو كتبوا بالتعليقات بالأسفل شنو رأيكم عن الحلقة هذه. وإذا تبي تشوفون فيديوهات أكثر من الزبدة سووا فولو على الإنستغرام وسووا سبسكرايب على اليوتيوب، وحياكم بالزبدة.